بمحافظة شمال سيناء. يا عم انت راح في اهو 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 بص يعني طب تيجي ازاي دي؟ ما خدنا اول انا خدت ما يهمكش نحط والفائز بالمركز التاسع الطالب خالد وسام متولي من مدرسه اولاد فقر الثانويه في محافظه الشرقيه. يا دكتورة إيمان دي مش بتبص ليه علينا؟ الفائز بالمركز الثامن الطالبة هاجر هيثم محمد من مدرسة ابن سينا الثانوية بمحافظة السويس. ايوه اه السويس مبروك مبروك ليك ولمدرستك ولمحافظتك ولاهلك ولينا. الفائز بالمركز السابع الطالبة سندس شمس الدين عبد الحميد من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا في محافظة سوهاج. الفائز بالمركز السادس الطالب عبد الرحمن محمد عبدو من مدرسة أحمد زويل بمحافظة دمياط. دكتور لا 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 دكتور عدى ده. الفائز بالمركز الخامس الطالبة أليم إيهاب حسن من مدرسة الحديثة بمحافظة بني سويف. شكرا لكل المكرمين. ملحوظة على الهامش اعتقد ان وزير التربية والتعليم سيشارك تلك الفرحة او الاستراحة بانه الشعور بالارتياح انه كتير من الفائزين مش بس من القاهرة من العاصمة ولكن من كل محافظات مصر. ده شيء مبهج ويسعد اي انسان. ثواني قليلة ويتم الاعلان عن ابطال تحدي القراءة لهذا العام وهي اللحظة الاهم والاصعب. صعب عليا شخصيا لاني لا احب توتر الابناء والاخوه الصغار. على العموم ندعو الاربعه المرشحين اللي كانوا معانا واللي سئلوا بعض الاسئله واللي صوت لهم الجمهور ولكن التقييم النهائي يكون بين تصويت الجمهور الذي تم الان من خلال الكيو ار كود او الرمز اللي كان موجود وايضا من خلال تقييمات لجان التحكيم التي اختبرت وقابلت هؤلاء الطلاب مرارا وتكرارا طوال العام. محدش هيزعل كلكم فايزون. خلاص زعلوا قبل ما نقول النتيجه. المفروض ان تصلنا نتائج التوصيل والتصويت. وصلتك ولا لسه؟ لسه وصلت.
شباب انا وقفت مكانكم كده من عدة سنوات، لذلك انا حاسس بيكم. بقول لك عشان انا حاسس بيكم وعشان حطيت في الموقف ده كنت خايف جدا. هتفتكروه وهتبقوا مبسوطين جدا بالخوف ده. الان مع العلاج صاحب او صاحبه المركز الرابع.